شنقول لك عيد الحب ما كاين حب فهاد المراهقة ديالنا ما خصناش نعيشوا الحب فهمتي خصنا نديوه في قرايتنا فهمتي باش نوصلوا للمستقبل ديالنا فهمتي باش نحققوا المستقبل ديالنا اللي بقاش يدير هذا الشيء خو الخاوي راه ما والو فهمتي زعما انت اليوم ما خديتيش كادو لشي وحده كتعرفها لا لا انا فهمتي كنت قاري اصلا قراونا مع خوك دي سونتر فهمتي قريش قريش هاد النهار هذا يعني كون ما كنتيش قاري كنتي غادي كادو لا فهمتي ماشي ما عنديش الدريه كاين الدريه فهمتي ولكن عندك فلوس مثلا لا عندي انا باليزه ديال الفلوس فهمتي ولكن ماشي راك قاري خرج مع السياق الدريه ما تقدرش تخرج فهمتي ما كيخرجوش من الدار فهمتي الدريه مربي فهمتي مثلا بغيتي تاخذ كادو تقدر تاخذ لها تاخذ لها ريحه لا اونصوم ولكن لا لا خديتي لها ريحه تسحب غمصنه ولا شي لعب خد لها شي سلسله مثلا مثلا ممكن تسحبي باليزه ديال الفلوس بصح لا تقدر تزوج بشي بنت اللي امك ما بغاتهاش ما خصنيش نعيش هاد المشكل هذا انا ما خصنيش ديما الوالده خصها تكون راضيه عليه ديما صافي تحطيتي في هاد الموقف واش تقدر تاخذها ولا ترضي امك ولا تاخذ هذيك البنت اي راه الا كانت دري مزيان وعارفه الوالده مزيان ما غاديش تقبل تحطي في هاد الموقف شكون غتختار امك لا الوالده شكرا لك شفتوا فيديوهات باجات كيبقاو مونطيهم ويضحكوا على بنادم ما عندو ما يدار ولا شي يمشي يخدم ويدير شي حاجه ما بقاش حاضر بنادم حشومه صاحبك تلوحوا دريه حتى كتلقى مسكينه فيديوهات يضحكوا على بنادم والله حشومه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا